thank you الخير على كل الشباب في كل مكان حلقه جديده النهارده من حلقات شباب حكايه بنما معاكم كل حد من الساعه 6 للساعه 7 على الهوا مباشره بنتكلم في كل الحاجات اللي تخص الشباب بنتكلم ليه في الحاجات اللي تخصكم اولا بناء على طلباتكم طول الوقت انكم عايزيننا نتكلم في بعض الموضوعات اللي انتو عايزين او نفسكم انها تتحقق في المجتمع وتاني حاجة لان يهمنا قوي انه الشباب اللي موجودين في البلد يكونوا بيعملوا جزء كبير من طموحاتهم، بيوصلوا لجزء كبير من اهدافهم، طبعا ده آه بنحاول نعمله على قد ما احنا آه نقدر علشان تبقوا انتوا في حال افضل بكتير. النهارده هنتكلم مع دكتور ناديه زخاري آه في موضوع مهم جدا ازاي نطور او خطوات تطوير الاختراع. احنا طول الوقت بنتكلم في الاختراعات، طول الوقت بنتكلم في الابتكار، بنتكلم في الابداع، بنتكلم وبنقول وبنجيب شباب كتير جدا بيقولولنا لنا وبيورونا اختراعاتهم بس مشكله بيبقى عندهم بعض النقط كده او بعض العقبات اللي بتوقفهم من ضمن الحاجات اللي بتوقف او اولى الحاجات اللي بتوقف الشباب دول هو التمويل علشان تعرف او علشان مشروعك يكبر ويتعرف طول الوقت محتاج تمويل قوي محتاج مسانده محتاج حد يكون بيساعد محتاج انك تعمل براءه اختراع محتاج حاجات وتفاصيل وخطوات كتير جدا احنا ده هنعرفه النهارده طبعا من دكتور ناديه زخاري وزيره البحث العلمي الاسبق طبعا دكتور ناديه دي ثالث مره تنورنا وتشرفنا في شباب حكايه المرتين الاولانيين جات لنا دكتور ناديه فعلا فادت شباب كتير جدا وبشهاده شباب كتير كانوا موجودين معانا في شباب حكايه وما كانوش حتى موجودين معانا قالوا ان دكتور ناديه فادتهم جدا. هيبقى معانا كمان في حكايه اختراع معانا اندرو مجدي مهندس وعايزين نعرف اختراعه ايه مشروعه ايه او الفكره جات له منين عمل ايه كبر ازاى فى الحته بتاعته عايز يعمل ايه قدام شويه ده هنعرفه من هو شخصيا خلونا كده بسرعه نقرا بعض الرسايل اللى جات لنا آه على صفحتنا على الفيسبوك جاتلنا لنا رسالة من ميرنا ميرنا بتقول مساء الخير أنا ميرنا خريجة خريجة تربية فنية وأنا من البنات اللي عملت جداريات حديقة الحيوان بالجيزة برافو عليكي وبتحضر بتحضر حاليا الماجستير كانت حابة تحكي حكايتها زي الشباب المبدعين اللي بيظهروا في البرنامج بعد رقم تليفونها وبعت لنا كمان بعض من اعمالها عينينا طبعا يا مارينا تنورينا هنبقى مبسوطين جدا او يا ميرنا عفوا بوجودك معانا في شباب حكايه في حد تاني بعت لنا بيقول انا عايز اسوق الشغل بتاعي يا ريت تساعدوني بص احنا يعني بكل أمانة ووضوح كده إحنا مش, مش بينفع آه نقول لك تروح فين أو تروح عند مين أو تسوق فين أو كده لكن إحنا كل اللي بنعرف نعمله مع الشباب إن إحنا يبقى معانا ضيوف يساعدوكوا إنكوا تسوقوا شغلكم ازاي عن طريق مثلا معارض احنا بنعلن عنها في الحلقات عن طريق مراكز وأماكن وهيئات بنقول عنها على مدار الحلقه او في ناس كتير كمان بتبعت بتقول لنا انا عندي مكان مثلا للشباب اللي حابب انه يعمل ده فاللي حابب انه ينضم للمكان الفلاني بنقوله وبنعلن عنده ما عندناش في اي مشكله طالما في مصلحتكم طالما المكان ده امان لكن احنا نقول لك تروح فين بالظبط او تعمل ايه؟ لا انت لازم يبقى عليك دور تعمله لازم تعمل شويه مجهود عشان تعرف توصل للي انت عايزه. طيب معنا مسج تانيه بتقول لو سمحتوا ممكن حد يساعدني في السفر بره مصر. آه مصر لو تعرفوا حد بيسفر بره مصر لو تعرفوا حد تاني نفس الطريقه او نفس المسج آه وبتقول او بيقول شكرا جزيلا هو ولد شكرا جزيلا على المساعدة كان في حد بعت قال قبل كده في شباب حكاية أنه أنا ممكن أسفر الشباب برا مصر طبعا فكرة أنه حد يسافر عن طريق الشخص ده علشان برضو نبقى أمنا على على مسؤوليتكم الشخصيه احنا الشخص اللي بعت لنا او قال لنا طبعا مشكورا انه بيحاول يساعد الشباب لكن احنا ما نعرفوش بشكل شخصي ولا في ضمانات او في ورق تثبت امانه او صدق هذا الشخص لو انتوا حابين انكم تتواصلوا معايا ما عندناش مشكلة نحاول نبعت لكم رقم تليفون أو هو لو بيتابع البرنامج يبعت ويقول لنا مرة تانية لكن احنا ما نعرفوش بشكل شخصي جالنا مسج تانية بتقول معلش ما تقوليش اسمي حاضر أنا جوزي محدود الدخل قدمت كذا مرة في التكافل وكرامة أطلب محدش بيساعدني وجوزي شغال في السوبر ماركت مرتبه 2000 جنيه تساعدوه في موضوع التكافل آه هنحاول نجيب حد من تكافل وكرامة على مدار الحلقات اللي جاية علشان آه نحاول نساعدكم لو هنقدر نعمل ده بما انه انت كمان طالبة ان احنا ما نقولش الاسم فطبعا لازم نحترم ده في حد تاني برضو طالب ان ما نقولش اسمه بيقول مساء الخير على احلى مذيع شكرا واحلى اعداد شكرا احلى برنامج شكرا احنا تواصلنا مع الارقام اللي طلبتها من حضرتك والمبلغ المطلوب لسفر كبير هم مش هل هم مضمونين وحضرتك عارفاهم قبل ما تاخد ما ناخد اي خطوه لا انا معرفهمش مش عارفين كانوا مضمونين ولا لا الشخص ده انتوا حاولوا تتحققوا من صدقه أو عدم صدقه بمعرفتكم أنتوا البرنامج معلوش أي مسؤولية ولا قناة سي تي في عليها أي مسؤولية تجاه أي حد يسافر تبع الأستاذ اللي بعت لنا وقال إحنا لا نعرفه بشكل شخصي ولا نعرف مدى صدقه أو عدم صدقه إحنا عرضنا مسج جات لنا زي ما بنعرض كل المسجز اللي بتجي لنا على صفحتنا على الفيسبوك برجاء تفهم النقطة دي لأنه إحنا مش هينفع او حد يطلع يقول ان القناه هي السبب في مشكله حصلت القناه شاشه سي تي في وشباب حكايه مالهمش اي علاقه بهذا الشخص شخص, شخص بعت مسج حابب يساعد شباب انتوا حابين تسافروا عن طريق وطبعا لازم انتوا كمان تتحروا دقه في مدى صدق الشخص ده لو عندكم اي سؤال تاني او اي استفسار ابعثوا لنا وأبعتولنا على ارقام تليفونات البرنامج او على او كلمونا عفوا على ارقام تليفونات البرنامج او ابعتولنا على صفحتنا الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك هخرج معاك لفاصل الاول نستقبل فى الفاصل دكتور ناديه زخارى استنونا مرة تانية رجعنا مرة تانية بعد الفقر أو بعد الفاصل الإعلاني ونقول كل سنة طبعا وكل المصريين كلنا بخير ودايما وطيبين الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر كل سنة وشعب مصر دايما واقف وقفة رجالة كلهم على قلب رجل واحد خلينا نرحب بضيفتنا اللي منورانا دكتور نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق زيك يا دكتور الحمد لله طيبة. وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير خلينا نبتدي كده السؤال الأعم آه اخرة المطاف عند اي مخترع هو انه الاختراع بتاعه والابتكار بتاعه يطلع للنور ولا في حاجات تانيه المفروض تتعمل بعد حتى ما يتعرف اختراعه آه انا بس عايز اعرف كلمه يطلع للنور انه يطلع ورقي ده مش اخرة المطاف اطلاقا ورقي لا طبعا آه بعد ما بيطلعه ورقي ويتاكد ان هذا البحث مظبوط لازم يعمل براءه اختراع علشان يحفظ حقه كتير قوي بيخافوا يروحوا يعملوا براءة اختراع وبيقولوا ده بياخد وقت طويل وممكن في الوقت ده يتسرق والكلام ده غير مظبوط تماما لان هو يوم ما بيقدم النهارده لو خد البراءة بعد سنتين هيتحفظ بتاريخ النهارده مش هيتحفظ بالتاريخ اللي خد فيه البراءة اذا لو اي حد قدم بعده بيوم او بساعه مش هياخد البراءة هو اللي قدم اول واحد وهو اللي هياخد البراءة عفوًا الموضوع فيه شفافية وصدق فانه الشباب بياخدوا براءات اختراع ولا وارد انه نتيجه الواسطه والمعارف انه حد يركب على اختراع حد لا ما هو قدم نقول بالتواريخ هو قدم يوم 6 اكتوبر الساعه 1 تمام وخد في سنه 2019 خد البراءه في 6 اكتوبر سنه 21 بعد سنتين لو واحد قدم يوم 7 اكتوبر مش هياخدها لان هو اللي خد البراءه الاول يبقى هو بيحفظ حقه بالتاريخ اللي قدم بيه اذا ما فيش مجال ان البحث يتسرق ويتقدم بعد كده لأنه قدمه خلاص دي نمره واحد نمره اتنين بيفتكروا ان المده الطويله دي تراخي من مكتب البراءات لا دي حاجه نظام الوايبو والواي الوايبو ده تبع اليونايتد نيشنز تبع يعني مش نظام مصري الوايبو بيقول ان في فتره بيدرس فيها ان هذا البحث مش مسروق من حد وان هذا البحث جديد مش متعاد بتاخد لها من نص سنه لسنه وبعدين بعد ما يتعرف ان ده جديد يبتدي يتدرس علميا ويتشاف الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط علميا فده برضو بياخدله من نص سنة لسنة يعني نقول إنها بتاخد في المتوسط سنة ونص أو سنتين فده مش تراخي من المكتب لكن ده نظام دولي محطوط في كل حته ايوه بس في بعض الشباب جولنا في اكتر من حلقه كانوا بيتكلموا على فكره انه البراءه ممكن تتاخد بعد اكتر كمان من سنتين فالسبب في ده ايه لو حصل كده بيقدموا شكوى لرئيس الاكاديميه البراءه بتاعتنا اتاخرت ليه بعد سنتين من حقهم الشكوى تمام آه. فلازم يعرفوا ليه اتاخرت ايه السبب هل ده بقى في تراخي ولا في مشكله علميه في الموضوع ولا في ورق ناقص احيانا بتتاخر لان اللي بيقدم البراءه مش مقدم الورق كامل طب وده مش المفروض يتعرف في خلال السنتين بيتعرف في آه. خلال السنتين ولو ولو هو الاختراع بتاعه متكرر او مسروق من حد او حتى لو هو مش, مش عارف هيكمله. مش هيكمله هيقولوا له يبلغوه آه. آه. الشباب له آه. ده متعاد آه. خلينا بحسن النيه هو مش مسروق لكن توارد آه. افكار ومتعاد بالظبط آه. حد غيره قدم قبله قدم ببحث بنفس الموضوع فهيقولوا له لا ده مش جديد مم. مش هيكمله بقى الحته العلميه ولازم يبقى جديد خالص يا دكتور ولا آه ممكن يبقى متزود على الاختراع اللي موجود قبل كده اجزاء؟ متزود, متزود, متزود مشكلة لان احنا ما بقيناش في الزمن اللي كنا عايشين في ظلام وبعدين اديسون اخترع لمبه من من الفراغ لا, لا احنا بقينا في زمن بنكمل على بعضنا. يعني حتى ما بتعرفيش اول واحد اخترع الكمبيوتر كان مين مثلا؟ آه غير نادر قوي اللي يعرف اسمه لكن كل واحد بيزود حته على السوفت وير على الهارد وير على وات ده اللي بيقدم عليه البراءه قليل قوي قوي لو في بحث بيبتدي من اول وجديد خالص طيب يعني احنا اتفقنا انه مجرد الورق اللي معمول لاثبات الاختراع ده ده مش كافي او ده مش ده مش نهايه المطاف ده مش نهايه المطاف ده آه. بدايه المطاف ان انا اللي من حقي اسوق وانتج هذا البحث المرحله اللي بعد كده في حاجه اسمها انكيوبيتر او حضانات تكنولوجيه في الاكاديميه لو هم عايزين او لو هم يعرفوا اي رجل اعمال يتبنى الموضوع او مركز بحثي يتبني الموضوع بيبتدي يروح الحضانات دي ويعمل البروتوتايب البروتوتايب ده النموذج الاولي انا طلعته من مرحله الورق الي مرحله المجسم المجسم ده بيوري الجهاز نفرض ان هو جهاز الجهاز ده هيشتغل ازاي برده دي مش نهايه المطاف لان لازم يكون في دراسه جدوى هل اللي انا عاملاه ده احسن من اللي في السوق ولا اللي في السوق احسن؟ هو الخطوه دي تتعمل امتى يا دكتور؟ دي هو على فكره ممكن من غير براءه الاختراع يعملها بس وقتها اي حد هياخد الفكره ويعملها يعني ممكن اروح اقدم برقة... على براءه الاختراع كضمان كضمان بعدين ابدا انا أ... ابدا انا في نفس الوقت اعمل النموذج الاولي أوكي. اللي هو البروتوتايب عملت النموذج الاولي ابتدي اعمل اتفق واشوف مين هياخده مني هيتعمل نموذج نصف صناعي طب لو انا عملته على ماس برودكشن يعني بقى في الصناعه هل هيبقى مجدي هل رجل الاعمال هيشتريه مني ولا لا ده اللي عنده هو احسن انا لازم يكون في حاجه مفضله احسن والا يبقى ملوش معنى يبقى كل اللي عملته انا ملوش معنى فاذا دراسه الجدوى في السوق مطلوبه جدا تقولي هيكلف كام القطع الغيار هل هو احسن من اللي في السوق ولا لا كل ده وبعدين بيتاخد ويخش في الانتاج طب. احنا جالنا الفتره اللي فاتت كميه اختراعات من شباب كتير جدا 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 عندهم اختراعات في اللي منها فعلا كان جديد بالنسبه لنا احنا شخصيا وكان يعني يستحق فعلا ان احنا نلقي الضوء عليه وفي منها يعني سمعنا زيه كتير طبعا اختراعهم على عيننا وعلى راسنا ما نقدرش نقلل من من شغل حد او من فكره حد ولكن ممكن كان يبقى موجود لكن كلهم اجمعوا على نقطه واحده يا دكتور انه احنا مش لاقيين حد لا يساعدنا ولا لاقي عاملين براءه اختراع أو عاملين او مقدمين بس لسه ما ولا لاقيين الشخص اللي يدينا يمول الفكر بتاعنا ويمول المشروع او الاختراع بتاعنا فيطبق على ارض الواقع بالكميات اللي المفروض تبقى موجوده فيها فحل الجزئيه دي ليها حل ليها علاقه بالدوله في هيئه مثلا ممكن تاخد الاختراعات دي وتساعد الشباب ولا دي حاجات بتبقى فرديه؟ في الاثنين إما الدولة والدولة مش هتقدر تدعم كل الاختراعات إما حاجات فردية نمسك الأول الدولة فين الكلام اللي ممكن يساهم في أن الحاجات دي تتعمل أولا في زي ما قلت لك اللي هي الانكيوبيترز أو اللي هي الحضانات التكنولوجية دي بتمول ان يتعمل البروتوتايب دي فين فين يا دكتور دي في اكاديميه دكتور. البحث العلمي في أمين. بعض الجمعيات الاهليه آه بترعى الباحثين وبيقدموا وبتقد... فيها بس دي كلها تنافسية يعني ايه تنافسية حضرتك قلتي ان في بعض الابحاث كويسة فعلا في بعض الابحاث لا ما ترقاش للانتاج هو حلو جدا انه فكر وعمل بحث بس مش مفيد للانتاج تنافسية معناها انهم بيتقدموا وبيبقى سيلكتد او بيختاروا احسن الابحاث اللي ممكن تتقدم هي مش بس بي بيمولوها ده ممكن في بيسافروا بره وبياخدوا جوائز طبعا ده برضو بيدي نوع من القيمة للبحث اللي اتعمل انه ياخد جايزة عالمية ويكتب على مستوى العالم ده معناه انه بحث كويس في بعض رجال الاعمال بيلاقي ان الموضوع ده ممكن يفيده فبيموله في بعض الجمعيات اللي بتمول الشباب وبتمول المخترعين مش لازم شباب بتمول لهم انهم يعملوا النماذج الاوليه في معارض معارض الابتكار اللي بتعمل على كذا سنه تعمل من كذا سنه فاتت وفي 24 اكتوبر ده في معرض جديد هيتعمل المعارض دي بيبقى فيها البروتوتايبس اللي هي بتعرض وبيكون فيها رجال اعمال موجوده مع الباحثين في 24 مساء. اكتوبر ده هيبقى في معرض اه معرض للابتكار في اللي في التجمع ارض المعارض في التجمع طب ودول عشان الشباب او الناس المخترعين او اللي عندهم اختراعات يقدموا فيه يقدموا فيه ازاي ده كان في اعلان الاكاديميه عاملاه بس هو البحث العلمي برضه آه آه, اه اه يعني اعتقد انه بكره وبعده هيكون او بكره 7 و8 هيكون اخر يوم في أخر التقديم يوم. اعتقد آه. انا مش متاكده بس طيب يعني يا ريت الشباب اللي سامعينا وعندكم يا جماعه اختراع اه تقريبا احنا مش واثقين يعني او ما عندناش التاريخ المظبوط تواصلوا مع اكاديميه البحث العلمي عشان في معرض هيتعمل يوم 24 اكتوبر شوفوا ان كان لسه في اه مكان تعرضوا فيه اختراعاتكم ولا لا يعني اهي طريقه اه تعرفوا تشقوا بيها طريق مختلف مش ممكن تساعدهم يا دكتور على المدى البعيد حتى اه طبعا طبعا لإن زي ما بقول لحضرتك بيبقى فيها الباحثين وفيها رجال أعمال. حلو. اه يعني المعارض دي و... موجود فيها كمان رجال آه أعمال. اه ومش حل. بس الستاف بتاع الجامعة أو المراكز البحثية لا ده مفتوح لل لأي مبتكر إنه يقدم. تمام يبقى اتفقنا على إنه بيعمل ال... البروتوتايب بعد ما أو في في أثناء ما عمل أو قدم على براءة الاختراع. تمام وبعدين يعمل إيه؟ بعد كده بقى يعني هي دي بشطارته زي ما بقول لحضرتك لو عرض في معرض ورجل اعمال شافه وعجبه الاختراع او لو راح هو تقدم لرجال الاعمال او من خلال جمعيات بتساهم في البحث العلمي يعني ده بيبقى تواصل شخصي حته التسويق بقى دي تواصل شخصي اكتر منه ان حد هيجي يقول له انت عملت كذا انا عايزك لا لازم يكون في برضو نوع من انه يكون مقدام يقدم شغله طيب لو لو اتكلمنا على استكمال البحث واستكمال الدراسه الخاصه بكل اختراع بمعنى انه في ناس او في شباب مخترعين كانوا برضو معانا في حلقاتنا في شباب حكاية المخترعين دول بدأوا اختراعهم أو بدأوا يفكروا في الحاجة اللي اخترعوها من حوالي ثلاث أربع سنين وفي خلال الثلاث أربع سنين دول طوروا الاختراع بتاعهم مرة واثنين وتلاتة أولا لما بيطور أي اختراع ده المفروض يتعرف آه علشان يبقى في تجديد في براءه الاختراع ولا ده ملوش علاقه ببراءه الاختراع اني اطول او اجدد من الاختراع بتاعي؟ لا هو عمل الاختراع وقدم بيه تمام وهو في حالته دي بعد سنه عمل تطور ممكن يقدم تاني ياخد براءه تانيه لكن آه. مش يضاف الى الاولاني يعني ينفع ياخد براءتين آه. لنفس الاختراع بس هياخد او آه. مطور عليه عمل حاجه جديده آه. عمل حاجه جديده تمام ده مفيد قوي في الحته اللي حضرتك بتقوليها ان الناس بتبقى عامله اختراعات وفاهمه انها حلوه قوي بس أيوة. في الواقع هي مش حلوه معلش يعني فهو كويس قوي انه عمل هو ابتدى اللبنه الاولى هيفضل طول ما هو قاعد يفكر طب الاختراع ده ما عشان كذا طب انا لو عملت كذا هصلح كذا انا لو ضفت مش عارفه سوفت وير عليه هيبقى احسن ان الناس تقدر تستخدمه انا لو عملت فطول ما هو قاعد بيفكر فانا ما ازعلش ابدا ان انا عملت حاجه والحاجه دي ما طلعتش حلوه هم مش بيزعلوا للاسف ودي نقطه دي حاجه كويسه جدا ده مش للاسف آه لا مش اقصد آه يعني <applause> ما اقصدش هم مش بيزعلوا هم بي بيلوموا على الدوله ان هم شايفين ان اكيد حاجه بتبقي عارفه وشايفه ان كل شاب شايف ان الاختراع بتاعه هو افضل اختراع وانه اللي انا عامله ده افضل شيء فانا ليه الاختراع بتاعي ما اتقبلش ده اول سؤال بيسالوه للجهه المسؤوله عنده تاني حاجه لما بتلاقيهم قاعدين مع بعض مثلا يفضلوا يرموا اللوم على الدوله انها مش بتراعي الشباب انها مش بتراعي الاختراعات انها مش عايزانا نطلع لقدام فازاي نغير من فكر الشباب انه انا عندي اختراع حلو على عيني وعلى راسنا بس انت محتاج تطور فيه فعايزين نغير الفكره ده ممكن نغيره ازاي طب انا عايزه اطمنهم ان لو 100 اختراع خد براءه اختراع حوالي اتنين منهم بيطبقوا مش معنى ده رقم قليل قوي رقم قليل لان مش كل الاختراعات ممكن تتطبق هي بس نسبه 2% ده قليل قوي وده بيوري ان مش كل اختراع ممكن يتطبق وإلا كنا بقينا أحسن دولة في العالم ولا أي دولة بتقدر تطبق كتير طبعاً إحنا تطبيقنا قليل أقل من الدول التانيه ليه بقى يا دكتور؟ آه لأن ما فيش ثقة بين رجل الأعمال وبين الباحث الثقة دي مقطوعة مم. يعني يقولك أنا أنا متأكد أن أنا لو خدت التكنولوجي ده من الخارج هي هيحسن لي صناعتي هو بيفكر بطريقة مادية وده حقه هو عايز يكسب مش بيفكر انه هياخد حاجه لسه يتكسب يا تكسب يا ما تكسبش فده طبعا بيأخر الحاجه الثانيه ان كتير قوي من الباحثين بيقدموا اختراعات مش على المستوى مش مطلوبه في السوق مش احسن من اللي في السوق طب تتطبق ليه طب ليه في شباب كتير برضو شفناهم وقلنا في شباب حكايه عايزين يخرجوا يطبقوا الاختراعات بتاعتهم بره مصر ممكن قوي ما تتطبقش برضو مم. يعني هم كل واحد عمل حاجه حاسس انها أيوة. احسن شيء في الدنيا. طب يعملوا ايه؟ يعني لو شاب مثلا اخترع حاجه واكتشف حاجه معينه ممكن ده تفيده قدام شويه وتفيد المجتمع يعمل ايه علشان يبحث اكتر ويدرس اكتر ويطور من نفسه من اختراعه اكتر؟ ودي دراسه الجدوى بقى ان انا ايه العيب اللي في الجهاز بتاعي اللي خلاه غير مرغوب. انا هعرفه وهطور وبعدين انت, انت لسه شباب صغير يعني ما تفتكرش ان انت اول اختراع هتعمله هينفذ وهيطبق مم اكيد من صفات الباحث والمبتكر ان عنده صبر ويتقبل الفشل ما بيعتبرهوش فشل ده معرفة يعني يعتبر الفشل ده لا معرفة ان انا عرفت ايه المشكلة اللي عندي مم. وده أي عمل في الدنيا أنت عمرك ما بتبتدي عمل تبتديه تخليه 100% مظبوط لازم بيكون في عيب معين فهو يعني يعرف العيب اللي عنده ويحاول يحسنه يحاول أنه يتواصل كمان هي في مشكلة كمان برضو في مش بس المبتكرين والمبدعين في, في كل الباحثين اللي في الجامعة أو معظمهم أنه بيفكر في المشكلة هو اللي بيحطها مش بينزل لسوق العمل ويعرف ايه المشكله يعني ايه هو بيفكر في مشكله هو اللي بيحطها يعني هو بيقول انا لو عملت مثلا الجهاز ده هيحل المشكله بس هو ما الواقع يعرف المشكله دي ايه هو شافها بالدراسات وبالقراءات مم. لما اشوف الحاجه بالدراسات وبالقراءات غير لما انزل على الارض الواقع هعرف ايه المشكله افتحنا جالنا مثلا اختراعات يا دكتور ليها علاقه بمساعدة مساعده مثلا الجيش في وقت الحروب مثلا ودي كانت معانا مثلا في اخر حلقه من حلقات شباب حكايه جالنا اختراعات ليها علاقه ب هل هي راحت الجيش عرفت ايه مشكلتهم في وقت الحروب لا اكيد هيبقى صعب بقى الخطوه دي يا دكتور طبعا يعني. صعب أه. وانا ليه <applause> يعني هي دخلت يعني في حته مقفوله, مقفولة يعني. شويه هي دخلت في حته مقفوله هو ولد أه. او هو دخل في حته مقفوله يعني اه دي بقى اللي انا اقصدها أيوة. انت ما نزلتش شفت ايه المشكله اللي بتواجههم بالظبط انت من قراءاتك تخيلت ان عندهم المشكله الفلانيه وابتديت تحلها اكيد غير لما هتنزل وتشوف المشكلة على أرض الواقع والحاجات سيبنا اللي زي دي الجيش. بتبقى صعبة شوية يدخلوا فيها أكتر مش كده طبعًا. عشان نبقى بس واقعيين يعني آه طبعا طبعا وفي في شباب تانيين مثلا كان عندهم توليد الطاقه الكهربائيه من بواقي الغازات المسربه نتيجه استخراج البترول مثلا فدي كانت حلوة يعني أو عملوها بشكل كويس بس برضو كانت مشكلتهم إنه لا ما حدش لا في تمويل ولا في حد يعني ياخد الاختراع بتاعنا أو يعني يتبنى الاختراع بتاعنا فدي برضو كانت مشكلة كبيرة أرجع تاني وأقولك إن اللي بيمول بيبقى تنافسي والتنافسي ده بمعنى إن في أساتذة كبار حكموه وشافوا هل الاختراع بتاعه ده فعلا مجدي طيب ممكن يتمول في ميزانيه في جزء من الميزانيه بتاعه البحث العلمي لتمويل المشاريع بتاعه كليه هندسه وعلوم ومشاريع الشباب المبتكرين اللي هم لا ينتموا لجامعه او لمراكز بحثيه في حته تانية او في اماكن تانية غير اكاديميه البحث العلمي ليها علاقه بده زي ايه مثلا عشان الناس تعرفه صندوق الـ تي دي اف في اللي هو الجامعات المسابقات في زي مصر الخير في زي محمد فريد خميس فاونديشن ساويرس فاونديشن كل الحاجات دي بتهتم بالباحثين وممكن تمول لهم مشاريعهم مش مكان بس واحد أقولك آه. لازم يكون المشروع مفيد يعني مش هيامول اي مشروع كده واحد يروح له لا لازم حاسس ان ده ذو جدوى الافضل او دايما ده سؤال الناس بيسالوه او الشباب او الناس حتى بلاش الشباب المخترعين بشكل عام الافضل انه اخترع حاجه جديده خالص وافكر في حاجه جديده خالص ولا ابدا اطور من حاجه موجوده علشان يبقى ليا الاولويه انه انفذ الاختراع بتاعي بشكل افضل. هو في الوقت الحالي الاسهل ان انا اطور. مش ان انا اخترع حاجه جديده خالص لكن لو بصينا للافضل انت عايز تعرفي مين الافضل الافضل اللي هو هيفيد اللي سوق العمل عايزه ايا كان بقى يطور او جديد بالظبط اه طب وال... بس دايما التطوير اسهل آه. طب والشباب اللي بيعملوا دايما اختراعات ليها علاقه بالاراضي ال... الزراعيه وال... والمواد الكيماويه والحاجات دي كلها دي مطلوبه المفروض انها آه جدا طب هما برضه لغايه دلوقتي مش لاقيين حد يساعدهم، برضه المشكلة في الهيئة ولا المشكلة في الحاجات اللي بيعملوها، حتى لو ما خدوش اختراع أو حتى ما خدوش عفوا براءة اختراع. أنا أنا بقول براءة الاختراع ده الحفظ حقه مش للتطبيق. يعني يبقى حقه إن هو اللي يطبق ما حدش غيره يطبق، ده البراءة. لكن هو عمل مثلا سماد من مواد أورجانيك بيولوجية. طبعا ده مطلوب جدا، بس عشان تقنعي الفلاح انا هديك السماد ده وتسمد بيه ارضك وبدل ما تكون فيها كيماويات انت هيبقى زرعك اورجانيك وهتبيعه باغلى وهتبيعه للفنادق وهتصدره وي وي مين المستخدم الاخير الفلاح اذا الرق على اقتناع الفلاح انه يطبقه مش على الاختراع نفسه الاختراع نفسه حلو جدا وناس كتير قوي عامله الحاجات دي بالمناسبه من فضلات الاكل من فضلات الزراعيه من من وعامله اسمده ومبيدات وحاجات طبيعيه بس المستخدم الاخير هي دي بقى النقطه اللي بقول لحضرتك عليها ان ما فيش الثقه دي يو بيبقى خايف طب انا بزرع وبعد كده أجي وقت الحصاد الاقي المحصول قل قوي او المحصول مات او او فالعمليه صعبه، الإقناع ده صعب يعني. إزاي المخترع أو الباحث بشكل عام يضمن إن اختراعه أو الحاجة اللي بيفكر فيها دي أو بحثه يعني بشكل عام ده آه مش هيجيب الأذى أو الضرر لا ليه ولا للمجتمع لأن وارد يبقى بيخترع مواد معينة تفيد في جزئية وتضر في حتة تانية. ده بالتجارب، و... ما أنا علشان يبقى بحثي كامل أنا لازم يعني بنصح كل شباب بقى إيه يعني في شباب تبتدي باحث بلاش شباب علشان ما نظلمش الشباب اي باحث ممكن يكون مستعجل قوي بمعنى ايه انا فكرت في فكره ونجحت في الفكره دي بس زي ما حضرتك قلتي ناخد مثلا مبيدات انا اضمن منين انه مش هيأذي لازم البحث يكتمل ما بقاش سريعه في الحكم على البحث الباحث صبور جدا زي ما بقولك ما يحسش بفشل شاف انه مؤذي في حاجه طب ايه الماده اللي بتاذي اشيلها واحاول اعوضها بماده تانية وهكذا علشان البحث يكتمل ما هياش خطوه بس ان انا بحط الحاجات على بعضها والزرعية هتطلع لي ما هو ممكن الزرعية يطلع فيها مواد مش كويسه في النهايه تاذي المستخدم <applause> فلا بيبقى في خطوات كتير قوي تتعمل في البحث وخاصه الابحاث اللي هي فيها ادويه دي بتاخد لها 15 20 سنه على طب يعني هو دلوقتي كنصيحه برضو من حضرتك هل الافضل ان كل باحث او كل مخترع يعمل اختراع في الحته اللي بيفهم فيها يعني بمنتهى البساطه آه كده طبعًا. والوضوح؟ طبعا لانه احنا بيجي لنا شباب برضو يعني اختراعهم وفكرهم على عنا وعلى راسنا ليهم كل التقدير والاحترام ولكن بيبقوا هم طول حياتهم بيشتغلوا في حاجه معينه وفكرهم وخبراتهم وكل حاجه بيشتغلوها في مجال ما وبعدين يعملوا اختراع في مجال تاني خالص وبعدين يطلعوا زي ما بقول لحضرتك يقولوا إنه ما فيش مساندة وما فيش تمويل فيش مساعدة ما فيش حاجة تشجعنا أن إحنا نكمل ويفضلوا يرموا باللوم طول الوقت على المجتمع فإزاي كل واحد ياخد الحتة بتاعة اللي بيفهم فيها ويعمل فيها اختراع طبعا لازم اللي بيفهم فيها هو اسمه بحث علمي بحث علمي يعني مبني على علم يعني ما ينفعش إن أنا أخرج أعمل اختراع وأنا ما عنديش علم بالموضوع ده مش معناه ان مثلا بتاع صيدله ما يعملش جهاز ما ممكن بتاع صيدله عنده التالنت وعنده العلم انه يقدر يعمل جهاز بتاع تجاره ممكن يعمل حاجه في السوفت وير بس عنده علم فيها وقرا فيها كتير وجرب فيها كتير مم. في فرق بين ان انا درست في كليه معينه وان انا عندي علم بقراءاتي وبهواياتي ايوه صح يعني نتمنى تبقى الرسالة وصلت لكل الشباب دكتور ناديه زخاري وزيره البحث العلمي على أصلك. بشكرك شكرا جزيلا شكرا دايما شباب حكايه حقيقي بستمتع جدا على البرنامج العظيم ده بجد. بشكرك جدا يا دكتور هنخرج معاكم لفاصل ونرجع بعد الفاصل في حكايه اختراع استنونا مره تانية